انا سبق وشرحت عن التأملات. التأمل الوحيد اللي احنا مش هنكرره في اي وقت هو تأمل طاقة اكتمال القمر، ده هو اللي احنا بنعمله وقت اكتمال القمر. طيب بالنسبة للتأمل اللي ليه علاقة بالمال، احنا نقدر نعمله اي وقت ما دمنا حاسين احنا عاوزين نعمله. ممكن نعمل التأمل جذب الحب او جذب شريك الحياة، برضو تقدري تعمليه اي وقت، يفضل ممكن تعمليه كل خميس. طاقة الخميس حلوة، طاقة زواج. كل الأيام طاقتها حلوة، بس يعني بقترح. بالنسبة لتأمل الهلال، أنا سميته تأمل طاقة البركة والامتنان. انتوا لو تلاحظوا الهلال دايما مرتبط عن يعني مثلا ذهنيا بأيام رمضان، بتبقى أيام كلها بركة وكلها خير وكده. الهلال عموما طاقة بركة، وكل شيء تجلي لجمال الإله موجود في الكون هو طاقة بركة وجمال. فتأمل الهلال برضو اللي هو تأمل طاقة الامتنان والبركة تقدر تعمليه في أي وقت. اعمليه في الوقت الأجازة بتاعتك في الويك اند، اعمليه كل جمعة مثلا، اعمليه وقت ما تحبي، اعمليه وقت ما تحس ان انت عاوزة تجددي طاقتك، اعمليه وقت ما تحس ان انت محتاجة تمتني اكتر. يعني كلنا عارفين ولئن شكرتم لأزيدنكم، فاحنا المفروض اصلا لساننا ده طول الوقت وقلبنا يبقى عامر بالامتنان وبالشكر. فتقدروا تعملوه اي وقت، ما تربطوش نفسكم بوقت محدد. دايما بيجيلي السؤال ازاي ازيد قوة التركيز والذاكرة. يعني مش بس زميلتكم اللي طرحت السؤال دلوقتي بس، لا ده في كتير على نفس القناة وفي مناقشات اخرى يعني بيسألوا ازاي ازيد قوة التركيز والذاكرة. انا بحب جدا ان احنا فعلا نبقى بنشتغل على نفسنا وبنشوف ايه الضعف عندنا ونقويه. يعني انا عايزة ازيد تركيزي، عايزة ذاكرتي تبقى حاضرة. التركيز طبعا مهم جدا، مهم ان احنا نبقى عندنا تركيز ويقظة وانتباه وحضور. هو ده كاريزما بالمناسبة، هي دي يعني من مكونات الكاريزما، هي انه يكون في تركيز في حضور في يقظة وكده. طيب اسهل حاجة انصحكم بيها ليها علاقة بالتركيز، بقوة تركيزي وحضوري والذاكرة الحاضرة، هي التنفس. التنفس كل الطرق بتؤدي الى التنفس الصحيح. لو كل يوم خصصنا 5 دقائق ان احنا نعمل تنفس، يعني اقعد في اي مكان على فكرة، حتى لو قاعدة في شغلي، وابدأ اتنفس بشكل صحيح. اخد الشهيق من الانف والزفير من الفم. تعرفين الهواء بيدخل يعمل ايه؟ هي بالظبط زي ما انا اكون في بيتي والشمس طلعت او صحيت الصبح، بفتح الشبابيك بتاعت البيت عشان هواء جديد يدخل وطهر طبعا النفس القديم والهواء القديم اللي موجود. هي نفس الفكرة، جسمي محتاج ان انا ادخل الاكسجين الجديد، الهواء الجديد، اتنفس من الانف وحرر بقى كل الضغوطات عن طريق الزفير. انت عارفة لما بتيجي تتنفسي من الانف بتاخدي هواء جديد، لما بتيجي بتصفري انت بتطلعي كل اللي مكتوم جواكي. انتوا عارفين من اسباب العصبية كمان ان الشخص ده مش بيكون بيعرف يتنفس كويس. في ناس لو لاحظتوا هتلاقي بيتنفس مثلا، بتتنفسي من بقك او بتتنفسي بسرعة، من يعني اللي هو لهس مش تنفس. لو كل يوم عملنا 3 دقايق او 5 دقايق بس نتعلم التنفس الصحيح، الموضوع سهل جدا. تقعدي في مكان عادي جدا، افردي عمودك الفقري، ابدأي وجهي انتباهك للانف، ابدأي راقبي هنا بتنفس ازاي، دي اول حاجة. وبعدين خدي نفس من الزفير الشهيق من الانف، اوكي، وبعدين اخدتيه مليتي جسمك كله وخرجيه من الفم، ضمي شفايفك كأنك بتنفخي في شمعة. يلا تعالوا نعملها اهو. ادي مرة. ممكن كمان اخد الشهيق واكتم النفس جوايا، مفيش ثانية اكتم عشان اجمع جمع جمع من جوه كل الطاقات السلبية تجمع، بعدين اقوم اصفر. فدي اسهل وابسط طريقة تقدر تخلي عندي
تركيز، تنشط ذاكرتي، افتكر كويس، تخليني هاديه مش عصبيه، تخلي عندي حضور، تخلي وشي دايما ناضر ومتالق. التنفس التنفس التنفس، عشان كده دايما في كل دوره بعملها او حاجه اقعد اتكلم عن التنفس، وبالاخص انا بحب التنفس التبادلي عشان اشغل الفصين بتوع الدماغ، مش مبقاش شغاله بفص واحد، اغلبنا شغال بالفص الايسر. فهتيجي كل يوم هتختاري 5 دقايق تقدري تظبطي الالارم بتاع الموبايل الساعه، اي ساعه بلاش، ما تظبطيش اي وقت تلاقي نفسك فيه عاوزه ايه ده انا دلوقتي اقدر اعمل تنفس. يعني قاعده على فكره حتى لو واقفه في المطبخ بتعملي حاجه، فانا ابدا انتبه للتنفس، ايه ده وانا بتنفس ازاي، ايه ده لا ده انا مش بتنفس من مناخيري، ايه ده انا بتنفس من بقي، في تنفس من الشفايف غلط، بيعمل عصبيه وتشتيت وعدم تركيز. فابداي راقبي الاول، هنبدا بالمراقبه ان انا الاحظ تنفسي وانا بتنفس ازاي، بعد كده اقول اه طب اوكي طب انا هتنفس صح. عارفه اول ما تبداي تنفس هتحسي بدوخه، الدوخه دي معناها ايه؟ انه بدا يحصل، عملت ريستارت لنفسك، بدا يحصل بقى، بدا يعني حطيتي الفيشه، بدا بقى جسمك بيشتغل بشكله الصحيح. التنفس مهم جدا يا جماعه، التنفس هو سر كل شيء. فهتعملي كل يوم 5 دقايق، تمام؟ طيب ال5 دقايق دول لوحدهم من تلقاء نفسك هتتحول لعاده، هتبقى عاده التنفس الطبيعي ان جسمك بيتنفس صح، فاهمه؟ يعني مش هتبقي هترجعي بعد كده تقولي ايه ده يا ترى انا بتنفس ازاي، لا انت خلاص هتبقي برمجتي نفسك على انك بتتنفسي بشكل صحيح باماره ان انا كل يوم بختار 5 دقايق اعمل فيها تمرين، اوكي؟ بشكل اعمق انا عامله دوره صغيره بسيطه جدا اسمها تقنيه اميجدالا. اميجدالا دي معناها جدر الدماغ، بتعلمنا ازاي نسيطر على الافكار بتاعتنا، الافكار اللي بتفضل رايحه جايه دي تعلمنا ازاي نسيطر عليها، ازاي نفهم مشاعرنا، ازاي نفهم اذا كانت الفكره اللي في بالي دي مفيده ليا في تطوري ولا لا، لو مفيده بخليها، مش مفيده بمسحها تماما عن طريق تقنيه معينه. الدورة دي فيها التقنية وده بتقدم لأول مرة، هي ما تقدمتش قبل كده. فيها جلسة تنويم بالإيحاء، تنويم مغناطيسي اللي هو تنويم بالإيحاء، ازاي اعمل عشان اعمل إعادة برمجة العقل الباطن. وفيها سبليمنال دي ميوزك، تردد معين بيكون فيها صوت انت مش بتسمعيه لكن عقلك الباطن بيسمعه. سبليمنال معناها لا شعور، الصوت ده صوتي انا عاملاها انتاجي، يعني انا اللي عامله السبليمنال، لان انا مش بحب اللي موجودين على اليوتيوب، مش بثق فيها، ما اعرفش ايه اللي بيتقال بالظبط. بيبقى فيها توكيدات انت مش بتسمعيها لكن عقلك الباطن بيسمعها، بيبقى صوتي طالع كانها وشوشه كده. التوكيدات دي بتحاكي كل جوانب حياتي بقى، يعني حياتي حياه المستمع ايا كان اللي هيسمع، بتحاكي كل جوانب حياته، الصحة، النجاح، التطور، التركيز، الحضور، التألق، التطور، النجاح، المال، كل شيء. فأنا كنت سابقة وحطيت الإعلان بتاعها هنا قبل كده وشلته، أنا يعني مش عارفة شفتيه ولا لا. هي مفيدة وحلوة جدا وبتدخلنا في عمق الاسترخاء أكتر، وده عكس السؤال اللي قبله اللي عمل التأمل وما نامش. النوم الكتير بقى، عايزه اقول لك ان انا اول ما بدات في سكه التغيير والوعي والتامل وكده كنت بنام كتير جدا. فضلت اسال في الموضوع ده، عرفت ايه بقى يا ستي؟ انه جسمي وعقلي وكده محتاج ان هو بيعيد تشكيل نفسه، فمحتاج ان هو فعلا يسترخى ومحتاج ان هو يهدى وكده. ولان احنا كمان ما عندناش لسه ثقافه التامل جديده علينا، فما عندناش الثقافه دي، ما عندناش العاده دي يوميا. فبالتالي اول ما باخد طاقه جديده، هي طبعا بتختلف من شخص للتاني، في حد ما بينامش، في حد بينام كتير، انا كنت من الناس اللي بتنام كتير، فبعرف على طول، عرفت انه جسمي محتاج ان هو، جسدي ده محتاج يرتاح، عقلي كان محتاج يسترخى. لما بقى تبنيت اما تبنيت عاده التامل اليومي، الموضوع اختلف تماما، بقيت اكتر عندي نشاط وعندي حيويه. فهي الفكره انه لسه انت يعني ده جو جديد عليكي، مناخ جديد عليكي،
بتتبني حقل طاقة ووعي أعلى مختلف. فمردوده عليك إيه؟ إن أنت بتنامي كتير بحسب خمول وكده، لأنه الجسد واضح إنه كان طول الوقت متوتر، وكان وبتحملي يعني جواكي حاجات افكار كتير وتوتر وشد اعصاب وي وي وي. طبعا التامل بيخلينا بنرخي اعصابنا كلها، وبنعيد تشكيل حقلنا الطاقي، وبنعيد تشكيل ذهننا وانماطنا الفكريه. فبتبقي محتاجه ان انت يعني تطردي كل القديم ده عشان تكتسبي الجديد. فهي زي ما قلت لك بتختلف من شخص للتاني، في حد بينام كتير، في حد بيصحى، في يعني ما تعرفيش، كل واحد حسب هو جات له ازاي. فده بيكون لانه انا لسه ما اتبنتش نظام ليه علاقة بالتأمل. لو انا كل يوم بعمل تأمل 10 دقايق او 5 دقايق اكون اكثر نشاط وحيوية. وانا بالعكس ما تحسي انك عاوزة تنامي، نامي ريحي جسمك. دي بتبقى مرحلة في البداية، كل شيء في اوله بيعمل تغيرات، فدي في البداية عادي استسلمي للحالة ديت. يعني شوفي جسمك عاوز ايه واعمليه في الاول، بعد كده نبدا احنا نقود بقى. يعني هو عايز يرتاح، اوكي نريحه. العقل ده تعب من كتر التفكير فعاوز يسترخى، اوكي. بعدين شويه شويه هتبدا هتلاقي هيحصل بقى نوع من الحيويه والنشاط عندك في حياتك. فبالعكس انا بقول لك ده رد فعل طبيعي جدا يعني، وحصل معايا انا شخصيا. مساء الورد عليكم. ده سؤال متكرر من اكثر من طالبة، فحبيت ان انا احطه هنا على قناة المادة والاجابة كلنا نسمعها. انه ازاي اعرف ان انا تحررت لما اعمل اي تقنيات فيها تسامح تجاه شخص اخر؟ اعرف منين ان انا تحررت؟ طيب اعرف منين؟ اولا لما الشخص الاخر ده ايا كان الطرف ده هو مين، ممكن يكون مثلا من العائلة، أب، أم، أحد الأقرباء، من الأصدقاء، زوجي، أيا كان مين هو، لما أفتكره ما بقاش مستفزة. يعني لما أتذكره ويجي على بالي ما يبقاش في مشاعر من جوه تجاهه، بغض النظر اسمها إيه المشاعر على فكرة، يعني غضب، استفزاز، أيا كان، ما تسموش، مش عايزين نسميه. لكن لما يجي مثلا ايه ده فلان قاعده مع مجموعه وفتحوا سيرته، لو انا بقى ايه بدات اتحسس بقى وجوه نفسي، لا اعرفي ان انت ولا تسامحتي ولا حاجه. امتى تعرفي انك اتسامحتي؟ لما يجي ذكر الشخص ده او صورته او وابقى من جوه مش بحمل اي حاجه، بالعكس ببتسم يعني الله يمسيه بالخير بس. فدي ابسط واسهل واجمل اماره ودليل اعرف من خلالها اذا كنت انا الشخص ده عملت معاه التسامح اللي بعمله تجاهه نجح ولا لا، او فك الارتباط نجح ولا لا. بحس يعني من المشاعر من جوه. يعني ده مش بس كده، ده كمان في موضوع الارتباط، الاحبال الاسريه اللي ما بين الاشخاص، ان انا لو في شخص ذكرى قديمه لشخص ولما افتكرته اتعصبت او انفعلت من جوه، او حسيت مثلا بمغص عند المعده او يعني معناه انه في احبال طاقيه عندي بتربطني بيه لسه ما تخلصتش منها وسلبيه. فده ردي على كل حد بيقول لي لما بفتكر الشخص بحس بمشاعر من جوه. يبقى انا ما التسامح او التقنيه اللي انا بعملها تجاهه لسه محتاجة شوية وقت. أبسط حاجة تقنية الهوبونو بونو في التسامح، اللي هي فيها الأربع كلمات العظيمة اللي هما ما يعادلها في مثلا في الثقافة الإسلامية في الدين الإسلامي أستغفر الله العظيم، اللي هي إيه الهوبونو بونو؟ أنا آسف، أرجوك سامحني، أنا بحبك، شكرا. وبقول لنفسي يعني، وانت بتعملي الغفران مع شخص أو بتعملي تقنية التسامح معه وبتطلقي سراحه، على فكرة انت بتسامحيه وتسامحي نفسك، ده نفسك قبل منه. يعني بسامح نفسي، بسامح الحالة دي اللي انا كنت فيها لما كنت مرتبطة بفلان، او لما كنت بشتغل مع فلان، او فانا اسامح نفسي الاول وبعد كده اسامح الطرف. لو انا عملتها على طول هتجيب نتيجة. طيب كل لما افتكر شخص او كده وتظهر عندي المشاعر، ايه الحل السريع؟ هو ده، اول ما افتكره
يعني زي كأني بقول الكلمة بتاعتنا اللي بنقولها كده بالبلدي عندنا، الله يمسيه بالخير مكان ما هو قاعد، هي نفس الفكرة. افتكرته فانا حسيت بضغينة من جوايا، ولا من جوه متغاظة او كده، لا 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 خالص، نطلق سراح الحاجات دي. يعني اول ما افتكر حاجة زي كده فورا اقول انا اسفه، ارجوك سامحني، انا بحبك، شكرا، واقول لنفسي انا بقى يا هبه انا اسفه، هبه ارجوك سامحيني كده. طيب بالنسبه بقى للسؤال بتاع انه هي بتقول انا بعيده عنه واشعر اني احبه، ولكن لما اتخيل اني ممكن التقي بيه او اكلمه اشعر اني سأواجه اوجه له كلمات عتاب او تأنيب على الموقف مرت في هذه الحاله. حلو، دي حاله دي ايجابيه. ليه؟ اعملي تنفسي كويس، اعملي تمرينات تخيل، ده مش بقولها هي بس، بقول لكل الناس اللي عندهم نفس الحاله دي، لان انا عارفه ان الحاله دي متكرره وموجوده كتيره. وتخيل الشخص قدامك وقولي له كل كلمه جواكي عايزه تقوليها، كل كلمه، على حتى لو كانت ايه، حتى لو الكلام اللي احنا لما بيبقى قدامنا الشخص نفسه بستحي اقوله مثلا. نقدر نعملها بالتخيل، تقدري تعمليها على الورقه والقلم، اكتبي كل العبر وكل الحاجات اللي انت شفتيها فيه وعايزه تقوليها كلها كلها. ما هي بالطريقه دي هتتحرري، غير كده مش هتتحرري. يعني مش هينفع اتحرر من شخص اخر اللي لو انا قلت اللي في قلبي تجاهه اصلا، يعني قلت اللي جوايا تجاهه، والا بقى هفضل قاعده اكل في نفسي، انا كان المفروض اقول كذا ومفروض اقول كذا ومفروض اقول كذا. طيب لو ما اتاحتش ليا الفرصه ان انا اقابله واقول له، او لو انا ما عنديش الشجاعه الكامله ان انا اواجه حد واقول له ورقه وقلم واكتب فيه يا فلان انت عملت كذا وكذا، او انا شايفه انك كذا، او على فكره حتى لو انت ممكن تكوني انت نظرتك للامر غلط مثلا، يعني مش مشكله، المهم ان جواكي حاجه طلعيها وحرريها، بعد كده تعملي التنظيف وتوجهي تقنيه الهوبونو بونو. موضوع الورقه والقلم، بعد ما بنخلص الكتابه على الورقه والقلم بنحرق طبعا الورقه بكل سلبياتها.